حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم اللي تتقدم حصريا من قناة الأيام. حلقتنا مثل ما تعرفون فيها أخبار محلية وعربية وعالمية، ودائما ما تكون أحداث وترندات مهمة، ودائما ما نتناولها في برنامجنا. نورس فريقك خسران بالستة الصبح، أتمنى ما تحكي لين ماكو فريق يخسر بالستة الصبح، وين طالع خباطة عندك حتى تخسر. مشاهدينا الكرام، أولى مواضيعنا لهذا اليوم لا كامافينجا، خلينا على صفا، خلينا نسولف شيشي القص، خلينا نسولف شيشي القص. مشاهدينا الكرام، هذا شيشي القص اللي ظاهر أمامكم بالشاشة، هذا صارت عليه مشكلة لدرجة وصلت إنه أحد طعن الثاني بهاي اللي قص بيها، ماكو شو يصحوا لها، شو يصحوا لها سكين، هاي ايش قديش كبرها، طعن بيها لأنه صارت مشكلة على هذا شيشي القص. هذا أول موضوع عندنا في فقرة فيس تو فيس. في حي التراث في بغداد، زبون اجى، مثلا أنا زبون اشتريت لفة مال قص، باع لي إياها هذا أبو القص، قلت له يابا هاي باردة اللفة، زين هو من أنا هاي الحرارة اللي حامسته والشمس وهاي نارك ورا الشي القص اكو نار، زين وقال هاي اللفة باردة، قوم هذا عيني ودتشة بالسكينة وطعنة وصارت مشكلة ايش قدها ايش كبرها. من ورا شيشي القص، عمي دك لي اللفه واسكت، هسه هي مالت تقول له بارده، يعني هي الدنيا حاره 50 درجه الحراره وهو واقف يم النار وشيش وما باقي عقل براسه، تجي انت تقول له بارده، البروده وين صارت؟ بالشتاء حتى يعطيك اياها بارده؟ ما ترام يعني، من الثلاجه مطلع لك اياها، كلها واسكت، هسه احسن لك اندتشيت بسكينه؟ طبعا بعيدا عن هذا الموضوع، احنا ما اتمنى انه ابو القص يتحاسب لانه احنا مو بغابه، بس يعني هو الموضوع يضحك، يعني يا اخي انت والله العظيم ما له داعي تقول له بارده، يعني هي حاره الدنيا، الدنيا حاره وهو واقف يم النار، تجي انت والله تقول له اللفه بارده، دي الله بالله. طبعا بعيدا عن المزاح، اللي سوى هذا الفعل لازم يتحاسب، شيء طبيعي، راح نظل نتابع الموضوع وتفاصيله، وين راح؟ ايش سووا؟ عاقبوا لو لا؟ صارت عشاير لو صارت محاكم لو قضايا؟ الله اعلم. احنا راح نتابع هذا الموضوع، بس بالبدايه خلي نعرفكم اكثر على تفاصيله خلال فقره فيس تو فيس. طبعا يقول بائع شاورما يطعن زبونا اعترض على بروده الساندويتش بحي التراث في بغداد. عمي بعد ما حد يعترض عليكم والله العظيم. انا بالنسبه لي بعد ما اشتري قص من الاخير ما اتقرب لكم، اذا انت الشيش مال هاي السكينه اللي تقص بها القص طولها متر ما ادري ايش قد، زين سيف مو 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 سكينه، سيف صدق سيف، زين ادتش بيها واحد الله اكبر عليك، عم حاره نار، زين حاره كطعم وحاره ك شنو السالفه عمي؟ والله العظيم ترى كارثه هاي. من ورا شيش مال قص. خلينا نشوف التعليقات شنو كانت بخصوص هذا الموضوع. تقول أنغام، تقول أشعر بألم يعتصر قلبي، الله ألم يعتصر قلبها، كلما قرأت أخبار العراق ماذا يحدث؟ لماذا تحولتم إلى وحوش؟ شنو تعود عادة تصير بكل دول العالم، أشعر بألم يعتصر قلبي، لما صير صير تحياتنا لك. دكتورة رغد أم التخدير تقول الزبون أكلها واسكت، حتى ذا باردة مو زين نطوك لفة، شنو دكتورة رغد شنو يعني، وذا اعترض يعني وذا قال له باردة يقوم يدش بهذا السياف مالته؟ عمي زحمه والله، شوف الموضوع مؤلم بس مضحك بنفس الوقت، ويتلقى وابل من السخريه فلا حد يتفاجئ.
التعليق الآخر من سالار يقول والله بطران هذا أوت البارحة عم خلي أطلع من الاستوديو والله تعبت أوت البارحة أوت البارحة يعني تدري شنو يعني أول بارحة يعني أوت بارحة والله تعبت أنا تعبت من هاي التعليقات أوت بارحة يقول أوت بارحة صاحبي عزمني بمطعم مال دجاج شوي الميز احنا نظفناه والعامل من يجيب مقبلات يمشي وياكل بالزلاطه هذا غير خوشي هذا غير مسيطر عليكم اخي اشوف نفسك شبيكم جدتو انا ماخذ عليكم شنو يمشي ياكل بالزلاطه الميز تنظفته ليش خي حتى من شفت نفسك ما يعني ما مرغوب بيك بهالمكان خلوه اطلع انا مره طبيت بمطعم تاخر علي الكابتن ما اجى 10 دقائق ما ادري جيت خليته طلعت 10 انا طاب ميت من الجوع تاخر علي 10 دقائق انت لو جاي بوقت وما اخر لك بعد ما اقدر يعني طلبت الفاس يوقع بالراس بس انت مو تاخر علي 10 دقائق بس عمي مو مثل سالفتك يجيب لك اللاذه والمقبلات ياكل بيها عمي انت بالضيم يقول سامي حق والله فوق الحر والنار مال شيش القص ويجي واحد يتمضيق عليه ويقول له اللفه بارده يتمضيق عليه اخر تعليق من حسن يقول له هذا لو قايل له اللحم ما مستوي يمكن يعلقه بمكان الشيش هذا كان موضوعنا الاول في فقره فيس تو فيس وموضوع شيش القص والعركه والمشكله اللي صارت بسبب شيش القص في حي التراث في بغداد بعد المشكله اللي صارت بين بائع شاورما وزبون قال له الاكل بارد اللفه بارده اللحم بارد صدق كذب جاي تدش بشيش قص عم ما صاير هاي والله العظيم شي بسيف سيف سيف وهذا سيف هاي يقصون بي سيف انت داتش بسيف عم استهدى بالرحمن يا حبيبي استهدى خلي رجلك بالقاع خويا ما تسوى والله العظيم ما تسوى هذا كان موضوعنا الاول في فقره فيس تو فيس اما موضوعنا الثاني شوف الرشاقة شلون حلوة الرشاقة حلوة لا تحتاج شفط ولا تحتاج عمليات ولا تحتاج رياضة زايدة الرشاقة حلوة والرياضة بعد أحلى من واحد ينزل طبيعي بالرياضة ويخفف أكل وياخذ أكل دايت حلو عمليات الشفط الشفط عمليات الشفط تنهي حياة امرأة في بغداد راحت تسوى عملية شفط بخطأ طبي انتهت حياتها وماتت آخ خسأني ألوم الدكتور يعني ما أقدر اتفوه بغير كلمه الدكتور المو دكتور لو الوم الامراه اللي راحت تسوي العمليه لو الوم المركز الفاشل مالتهم اللي يقتل بحياه الناس بسبب خطا طبي للملاحظه الواحد هسه يجي من عندكم يقول لي قضاء وقدر طبعا قضاء وقدر كل من مكتوب موته شو وقت بس خطا طبي هي قدر بس اكو اسباب السبب خطا طبي لعل رب العالمين يريدنا نعرف انه هاي الـ 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 الاشياء غلط اللي جاي يصير مراكز بلا شهادات اطباء بلا شهادات ماكو رقابه من وزاره الصحه عليهم يجيك وفتح مركز شفط نحت ما ادري شنو البشره ما ادري شنو التقشير ما ادري شنو ليزر عمي يا وزاره الصحه انتم ده ما ضابطيها ليش تخلوها على قولتهم ليش تخلوها للرايح وللجاي مو هي حياه البشر مو شيء هين زين انا عندي كلمه ثانيه بدي احكيها مو كلمه يعني هي الرياضه
وتقليل الاكل انسب شيء للانسان. انا ما مجرب شي السمين وضعفان، لا ما مجربها انا، ما بحياتي ما صاير وزني عالي، قضيت حياتي 70 60. بس يعني الرياضه وتقليل الاكل ونظام غذائي يسوون وامارس الرياضه تضعف. تكميم او قص المعده هذا الشيء يا عم والله خطر، خطر من ناحيه العمليه، خطر بمضاعفات، خطر بعد العمليه. زين تجربه حياتك يعني الله يرحمه. خلينا نشوف الخبر وتفاصيله لانه هاي المواضيع شويه تاذي. خطا طبي ينهي حياه امراه اثناء عمليه شفط في بغداد، في ثاني حاله وفاه خلال ايام. ثاني حاله وفاه خلال ايام، يعني احنا طلعت مو الحاله الاولى، هاي ثاني حاله وفاه خلال ايام. خلينا نشوف التعليقات شنو كانت حول هذا الموضوع. يقول صباح اسماعيل، الشفط بالعراق غلط في غلط، بس الفي شلون كاتبه في مال الرياضيات في. اما انا خلي اتوكل بالله واطلع، والله العظيم كافي راح اشيب. غلط في غلط صباح والله، يعني ترى هي كلمتين في فاء ويا، هي مو منظور، هي مو ضرب، هي مو 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 أربعة في ثلاثة، غلط في غلط يعني مخلي له اكس ليش؟ وبكل الأحوال لازم الإنسان يتقبل نفسه الخلقة، تقبل نفس الخلقة اللي أنت بيها، الخلقة اللي أنت بيها هي أمر الله، روح مارس الرياضة. لا مو أمر الله، إنا خلقناكم في أحسن تقويم. بعدين انت تحافظ على نفسك من الشغلات الجانبيه، من الاكل الزايد والدين ولا هذا. انا خلقناكم في احسن تقويم، روح مارس الرياضه، اركض رجيم. والله عيب انسان يريد وهو نايم يضعف، انسان يريد وهو. المهم والله اكثر سبب يجبر الناس على العمليات هو التنمر التنمر التنمر. اخوان اذا عندكم صديق سمين لا تتنمرون عليه. اتفق وياك بهالموضوع، موضوع التنمر على الشكل او الجسم هو جريمه يجب ان يعاقب عليها القانون، لان التنمر يذهب بالانسان الى شيء ما يحمد عقباه، لانه ممكن هذا بعد التنمر ينتحر، يقتل روحه، يقتل الانسان اللي جاي يتنمر عليه، يؤذي نفسه، يؤذي غيره. فهذا الشيء اتفق وياك به تماما. علي يقول صار من الواجب ان تغلق هذه المراكز، اغلبها لا اجازه ولا خبره ولا فهم ولا علم. عاشت ايدك والله صدق، اغلبها لا اجازه لا خبره لا فهم ولا علم. شكرا علي. يقول طارق انا رياضي، اسهل شيء بالدنيا تنزل وزنك واصعب شيء تصعد وزنك. انا اتفق وياك بهالموضوع، يعني فقط اقطع وجبه العشاء وسدها بفاكهه كلش كافي، واصلا جهاز الجري رخيص، تشتري واحد بالبيت كل يوم تركض ب 15 دقيقه فول الفول. هو كاتب دقيقه 15 دقيقه. الدال وين؟ زين هي بس خلينا نشوف الدال قريبه على القاف حتى انت غلطان بيها، بس خلينا نشوف يعني خلنا نكتب لنا اي شيء. باوع باع الدال جوه، الدال هاي جوه والقاف فوقها، يعني لو بصفها كان عذرتك، كان قلت اصبعه كبير وداسها بالغلط. الدال جوه والقاف فوق، هاي بالكيبورد باوع، هاي الدال جوه والقاف
فوقها. ليش؟ ليش طارق حبيبي؟ ترى ما كنت خطأ إملائي. منال تقول خطأ طبي؟ لا والله خطأ من قبلته إنسان بالطبية وهو ما يستحق. خطأ اللي يدرسه وأهله يكون طبيب أو طبيبة بدون استحقاق. يعني هو أكيد الأخطاء كثيرة. آخر تعليق من دالية تقول أغلبهم مو دكاترة، رايحين دورات متعلمين كم شغلة وفاتحين مراكز ودافعين للجماعات حتى ليسدون مراكزهم. لا ترحون لأي مركز إلا تتأكدون هو دكتور فعلا وعنده شهادة حقيقية. بعدين الرياضة والأكل الصحي أحسن من العمليات بألف مرة. هذا كان آخر تعليق بموضوعنا الثاني اللي هو موضوع الخطأ الطبي اللي أودى بحياة امرأة في بغداد، وهو الثاني حالة وفاة خلال هذه الأيام. أتمنى من وزارة الصحة تراقب عن كثب هذه المراكز وماذا تعمل وكيف تعمل وما هي الأجهزة التي يعملون بها، لأنه حياة البشر ليست رخيصة. هذا كان موضوعنا الثاني. أما موضوعنا الثالث لهذا اليوم في حلقتنا هو على عناد أبو البهبهان أفول باستكان، الحقني والستار الله من كثر هيبتك ما ساقتك نسوان. بعد شك جمل بهذا الموضوع مع السيارات، من كثر هيبتك ما ساقتك نسوان. المهم اتركني مخطوبة قاطرة ومقطورة. Don't touch my car، هاي بس بالانجليزي Don't touch my car. هاي الكلمات والجمل والمفردات التي تكتب على السيارات أصبحت الآن غرامة 50,000 دينار لأي صاحب مركبة يكتب هذه الأشياء على سيارته أو مركبته. أكثر واحد راح ينضرب هذا الموضوع أهل التاكسيات وأهل البي إم وأهل السيارات الحمل. أهل السيارات الحمل يعني والكيات العبرية وهذا يكتب لك شعر مال واحد متأذي قلبه تعبان، يعني انطيت ساعة للما يسوى، انطيت عمري للما يسوى ساعة، ما ادري شنو يعني يكتبون شغلات يعني ما ادري ما لها داعي. عندك ابو البي ام كاتب لي ورا عدة عامية من كثر هيبتك ما ساقتك نسوان. والله العظيم مرة امشي على سريع محمد القاسم 120 اجتني وحدة صاعدة بي ام موديل تسعينات خطفتني وطلعت، هيك خطفتنا وطلعت من اليمنى. بعد شنو من كثر هيبتك ما ساقتك نسوان؟ لا تسوق النسوان شو ربها واحد؟ لا تسوق النسوان. لو مثلا عندك اهل التاكسي ابو السايبة يعني علي من على ابو التاهو والسوبربان يكتب لي ورا على عناد ابو البهبهان افولها باستكان. كيف تفولها باستكان؟ بعد شوي راح يخلص كيف انت. ويرجع ابو التاهو يرد علي مثلا هم يعني يكتب له فد جمله هذني بعد ماكو غرامه 50,000 عليهن من قبل المرور العام. هذا هو خبرنا الثالث. خلينا نشوف تفاصيله واكثر في فقره فيس تو فيس. يقول المرور غرامه 50,000 دينار على المركبات التي تضع ملصقات الزينة. ملصقات الزينة هي الكلمات هل أراك سالما منعما موطني. يا عتم خلي النشيد على الجامعة اللي ورا. ليش نشيد أنا ماكو على المحافظة، ليش مخليها على الجامعة اللي ورا؟ يعني هسه أنا راح أكتب هنا أنا خلي على تليفوني هل ما يعني. طلع يوتيوب هل أراك سالما يا موطني. الجلال والجمال والسناء والبهاء كمل. خلينا نشوف التعليقات. يقول او تقول درة ما الضرر منها
حب الوطن، فيها حب الوطن، وبعضها يتضمن خفة الدم. تسعد من يقرأها، من يقرأها أو يراها على كيفكم يا المرور. استحليت الغرامات، استحليته بس يعني أنت كاتبت لك سطرين فصيح. ما الضرر منها، فيها حب للوطن وبعضها يتضمن خفة الدم. تسعد من يقرأها أو يراها، وراها على كيفكم يا المرور. استحليت أنت بكيفك. بعد علياء تقول ملصقات الزينة اللي يحطها كل واحد بسيارته شمعت راعتكم، هي شاي من علقت هيك مسوي شمعت راعتكم. انا ما اثر علي، ما ليش اقرا هاي السوالف يعني، ما احتاج. مروة او مرح ما اعرف شنو اسمها تقول يعني المرور بس تريد تاخذ غرامات، خلي الناس تشخبط. ليش تشخبط الناس واحنا ننظر يعني؟ ما يعني احنا شلنا علاقة؟ على كيفك يا مرح. هوزان تقول اكيد المرور ضايجين، ما حد ديذب وسخ بالشارع، رجعوا على الملصقات، خاف باكر يطلعون قانون اللي حاط سبير يتغرم. سبير منازل، اللي حاط سبير يتغرم. يلا خلنا نعبر الموضوع هوزان، يعني شوي بعيد الموضوع. ما ست كريمة أم الأرشي، هاي شنو ساعة ست أشواق أم القانونية، ساعة ست دكتورة رغد أم التقدير، هسه ست كريمة أم الأرشيف. صدق صارت غيرة، تقول قبل كم يوم شفت سيارة مال نفايات كابسة، كاتب عليها محمل ناس أعرفهم. يعني هذا المفروض يتكافئ مو يتغرم، لأن بعض الناس هذا مكانهم الصحيح. الله هذا قصف، هذا كان اخر تعليق عندنا بهذا الموضوع، موضوع السيارات، واللي ابو الكابسه تقول ست كريمه ام الارشيف كاتب محمل ناس اعرفهم. الله ما ادري ايش اجاوبك. بيتش بذره مال ست اشواق ام القانونيه، يعني بيتش بذره انه ممكن ننشط موضوعك تصيرين مشروع ست اشواق جديده في السوشيال ميديا. اتمنى من سواقنا الاعزاء، يعني هسه انا ما اريد اخذ دور عميد عمار او لواء عمار، ما اعرف ايش وصل بالتدرج الوظيفي مالته، بس يعني اتمنى انه الشغلات اللي ما لها داعي ما تكتب يعني على السيارات. فذكر الشغله انا كاتب على دعاميتي من امام جمله بالانجليزي، بس يعني مغطى بيها شخط بالدعامي، يعني مو مال اصبغه وهذا، فخليت جمله هيك عليها. بعد ما اعرف اذا تغرمون وياكم 50,000 على مود جمله، هي جمله واحده بس بالانجليزي وما حد يعني يفهمها الا ما ندر. هذا كان موضوعنا الثالث في فقره فيس تو فيس. اما موضوعنا الرابع في هذه الفقره هو موضوع شويه يعني 158 قطعة معدنية من ذني، ما بين مقص، ما بين سكينة، ما بين سبانة، ما بين بسمار، ملقاط، أي قطعة معدنية. يعني مرية تركية، مرية مو مرية، لا مرية تركية، طلعوا من بطنها 158 قطعة معدنية. صدق جنطة، هاي عدة، هاي العدة مال والله دراي، يمكن لاقين شو اسمه هاي مالته البرينة مالته لاقيها موجودة مال دراي. شلون اكلتين، شلون بلعتين، سوى يوم مرة ثاني تجوع وتاكلهن. هذا اغرب شيء ممكن اشوفه بحياتي، يعني انا اعرف استخراج قطعة معدنية، قطعة معدنية وحدة من بطن انسان، عمي قطعتي المعدنيات، بس مو مال 158 قطعة معدنية. شو الموضوع يعني؟ الراد لوقفة، الراد لشوي واحد يسولف بيه، شلون يا عم انت؟ شلون؟
شجاج وبلعتيهن واحدة ورا الثانية. هاي جو هنا شنو عدة مال 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 فيتر مال شنو 158 قطعة معدنية. خلينا نشوف الموضوع أكثر وتفاصيله في فقرة فيس تو فيس. يقول استخراج 158 قطعة معدنية من معدة سيدة تركية بينها سكين فاكهة ومقص ومسامير وأبر خياطة ومفاتيح. شحكي أبره بالع أبره شلون ما ماتت هاي؟ من طبت من نام للبلعوم للمعدة للبنكرياس للكبد لل شلون ما ماتت؟ شلون بلعتها؟ الموضوع أشوف والله الناس ايش قايلين لها. عمار يقول هذا كلام طبيا غير صحيح، وإلا كيف بلعت السكينة وأنا منطق وانا منطقه البلعوم ضيقه وان منطقه البلعوم ضيقه ولم يتمزق البلعوم والحنجره ولا يمكن بلع العمله النقديه. عمله نقديه اقل وحده يجي شلون تنبلع ما اعرف يم الله. قيس يقول معده جرار كاونتر هاي لوم دورين زين يلقون كرك وصبانه 13 اصبانه 13 اصبانه 13 الم ضيعيها قبل سنتين. اصبانه 13 اكثر اصبانه عليها طلب براغي كلهم اصبانه 13. عبود يقول في سنه 1975 دكتور هشام الدوري الجراح الاختصاص في ميم الحلة عمل عملية في مستشفى الحلة لمريض مصاب عقليا وأخرج نصف كيلو خردة من معدته بسامير وبراغي وفلوس وسير ساعة وأنا كنت حاضرة بصالة العمليات. أنت شو اسمك؟ الرجوة عبود الإعذاري الرجاء الرجاء عبود الإعذاري أنا عبالي ولد الرجاء رجاء عبودي جوز الاعذاري فلوس شنو هاي ال 75 ما ادري بعد. وعد يقول ترى الموضوع ابد ما يضحك ولا طريف. مريض نفسي مصاب باضطراب يخليه ياكل اشياء غريبه خارج عن ارادته فماكو داعي للاستهزاء والتنمر. اما همام يقول حاله مرضيه يطلق عليها اسم بيكا تتضمن أكل الأشياء الغير غذائية وهواي من الناس عندهم هاي الحالة من ضمنهم اللي يأكلون تراب الصلاة أو الصابون يعني ماكو داعي لنشر الخبر أو التحشيش عليه. وين يأكل تربة وصابونة وين يأكل إسبانة 13 رحمة لوالديك جاي تعيب علينا مو على يعني على الناس اللي علقوا تجاب هذا على هذا تربة أصلا التربة طيبة والله العظيم طيب انا مش صغير كنت اكل ترب هواي تربه وصابونه تقارنها بسبانه زين. نورس يقول كنت اكل معجون مال اسنان ليش معجون ليش معجون مال اسنان ليش شنو طيب معجون مال اسنان تاكله؟ مشاهدينا الكرام مخرجنا نورس ياكل معجون مال اسنان من كان صغير مو هسه ما ادري هاي غريبه الموضوع بس يعني انا كنت اكل تربه اي اخنب عليه هيك الضوريه ماكو من نايمين اهلي اكلها كبريت مال عود ما شخط تاكل مع جون اسنان كبريت مال عود ما شخط تاكل لحد الان تاكل شغلتين غريبه زين زين هذا كبريت يعني تتمرض نورس والله ما ادري ماي بالمعده شو يصير بيها. طبعا مشاهدينا الكرام هذا اللي كان موجود هاي الامراه اللي تاكل القطع المعدنيه ما اعرف شو اجاوبها يجوز مريضه انا الله يستر عليها. لكن هذا كان اخر موضوع عندنا في فقره فيس تو فيس. فاصل قصير وفقره ترند يوتيوب خليكم ويانا لا حد يروح بعيد.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في فقره الترند تيوب. قبل الامتحانات في المدارس دائما ما تكون هنالك وقت للمراجعه بين الطلاب ومدرسهم او مدرستهم والطالبات اللي وياهن. دائما ما تكون هذا وقت المراجعه قبل الدخول للامتحانات. هذا اصلا انا كنت اقرا بس بهذا الوقت، يعني ما اقرا ابدا، اقرا بهذا الوقت بس وقت المراجعه. اغرب حاله شفتها وشافها المجتمع العراقي في احدى المدارس، مدرسه هم زين سيارتها بيضة، مدرسه اسلاميه تراجع لطلابها الطالبات اللي عندها الماده واحكام التلاوه قبل الامتحان على بنيد السياره البيضاء اللي تمتلكها. خلينا نشوف الفيديو نرجع نسولف. ها يا عين صاد، شوف هنا بنات صار عندنا النون مع الصاد، صار عندنا صاد. بداتنا اول حرب بالبيت الشعري، عرفتوا؟ اي باعوا انفس انفسكم انفسنا، هاي كلها اخفاء بس ننقص ما بيها. ليش؟ لان العرب تبدا بمتحرك وتقف على ساكن. كلمه نفس النون هنا مفتوحه عندنا، شوفوا الفرق بين نفس. اهلا وسهلا ماما، هاي ماما، هاي كلمه نفس، هاي فتحه هنا بينما ست لو اشتريت لي صبوره صغيره ولا خرب السياره، نبخاف تطلع السياره مو ماتش مال رجلك، شو يسوي؟ نبلكت هذا القلم كوني يروح البنيت خطيه يعني. بس هو موقف يستحق انه نشكرها عليه، لانه تراجع للطلبه الطالباتها بهذا الوقت. ولو يعني هذا الوقت اكو ناس تقول انه هذا الوقت يعني مستحيل انه تقدر يعني تتذكر بيه تراجع بيه لانه وقت حساس وقبل الامتحانات. بس انا واحد من الناس بالنسبه لي كنت الشيء لا، يعني انا اقرا بهذا الوقت هيك قبل هذا كامش الكتاب واطلع زين. هذا الوقت انا كنت دائما ما اقرا بيه، شنو يعني المدرس يجرني وانا كامش الكتاب بس خلا لا بس شوي استاذ، بقى شويه زين، او كنا نطب وننجح وهذا. بس هسه انا خايف على البنيد، يعني ما اعرف خطي البنيد والله. هذا سيارة بيضة بس يعني عاشت ايدك على الروح اللي عندك اللي تخليك تساعدين طالباتك. خلينا نشوف تعليقات الناس ماذا كانت حول هذا الموضوع. اول تعليق من حسين القيسي يقول اكثر شيء لفت انتباهي هي ترد على الطالبات بكلمة ما بكل رحابة الصدر، إنها الإنسانية بكل معانيها. طبعا عامر يقول علموا أولادكم على احترام المعلم واحترام الناس، فإنه درس من أهم الدروس، فإن لم تعلموهم هذا الدرس اليوم فإنهم غدا عند بلوغهم سيحملونكم المسؤولية. مهنة المعلم أقدس المهن، وإن المعلم يعد القائد الميداني في منظومة القيم والتربية والتعليم، إذ لابد من المحافظة على قدسية تلك الرسالة الإنسانية والأخلاقية. إنه درس ليس تعليق، إنه خطاب ليس تعليق. دي حاجة لو عرفتوها تبوا عمد. يقول رضا مشعان أكبر خطأ وخطأ كارثي لما تراجع قسم من المادة قبل دخول القاعة الامتحانية بدقائق معدودة، لأن يصير ارتباك ويمكن يضيع وينسى اللي كان حافظه وفاهمه. مع احترامي للمدرسة لكن اسلوبها خطأ، والطلاب احذروا هاي العادة. شنو اسلوبها خطأ؟ قصدك اسلوبها انه تقريهم؟ هذا مو اسلوب، يعني ما تقريهم قبل، هذا مو اسلوبها، فعلها خطأ. يقول مو اسلوبها، اسلوبها يعني حوارها نقاشها كلامها حركاتها مو يعني
فانت اسلوبها شنو؟ اسلوبها خطا. تشعلي خل تراجع لهم حارق دمك شنو؟ ما في اشياء يعني. انا كنت اراجع قبل هاي واطب انجح، وكنت لا راجعهن قبل الامتحان هنا ذني لاذكرهن. القاري قبل يومين ما اتذكر، ايش حال انا قاري قبل شهر؟ يا رضا مش عان. احمد يقول عاشت ايدها وبارك الله بيها، العراقيين ما يعجبهم العجب، ما تعرف شي يريدون. الف رحمة على والديك. ست فخريه ماليه، العاب ست فخريه ماليه، ست مدري منو ارشيف، ست اشواق قانونيه. صارت صارت مطر علينا الستات. قبل شوي ام الارشيف ما ادري كان شنو اسمها، هسه ام الماليه ام القانونيه. تقول معدله هاي، معدله هاي المدرسات، مو مثل مدرسات زيونه ما يكتبن عيني الا على صبوره الكترونيه. صبوره الكترونيه مين اجيب لها؟ مين اجيب لها ام زيونه صبوره الكترونيه؟ تخلي اجيبها هسه شو اسمه؟ خلي اجيب لها شو اسمه هاي شو يصحوله؟ ايباد وهاي السؤال، بعدين عود اجيبها صبوره الكترونيه مزينه ما تكتب. شو اسوي لها ما تكتب؟ ولا تكتب يعني شنو الموضوع؟ يعني ما اعرف. هذا كان الفيديو الاول عندنا بهذا الموضوع. الفيديو الثاني يعني باقليم كردستان طلعت هيجي على قولة تشيحة بحيرة مال المي، نالت استغراب الجميع لأنها تشبه إلى حد كبير خارطة العراق. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نسولف. الآن في شوستان باشر يفصلنا بضعة كيلومترات عن قمة جبل هلقوم والذي يعتبر أعلى قمة في العراق، ولكن العجيب هنا سبحان الله يوجد بركة ماء على شكل خارطة العراق، هي بركة ماء طبيعية بدون أحد يعني مسويها في ورائي على خارطة العراق سبحان الله. طبعا هي موجودة ايضا لها صور في مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا هذا فيديو يؤكد هذه الحالة. اما العراق بالدم. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. يقول عبد القادر هي بس هاي البركة راح تبقى من ماي العراق بفضل حكومتنا الرشيدة. اي مبين واضح. يوسف يقول هل هذا يعني ان احلام الكرد بالانفصال غير حقيقيه؟ لان الطبيعه مع خارطه العراق المعروفه مدري المعرفه. اي يوسف عادي. امنياتي سرقها القدر، باع الاسم. امنياتي سرقها القدر. تقول علامه من رب العالمين العراق واحد لا يتجزأ. الحمد لله. تعليق من اخبار العراق يقول قولوا احنا حفرناها حتى السياح يجونها فضوها. شلون حافري هي مبينه يعني. سيف يقول معناتها العراق راح يتفلش ويبقى ذكرى على شكل بحيره. غير متفائل انت، شو التفائل هذا اللي عندك؟ والله طاقه سلبيه هاي، ما دمرتوني والله العظيم. عمي خلي اعوف هذا الفيديو، خلي اروح الفيديو الثالث والاخير. طاقه سلبيه هاي عمي والله العظيم. الفيديو الثالث والاخير قرد اجلكم الله راح على طفله يريد يخطفها بروسيا. الكل شردت، الامايه سباعيه، والاب الاب شبهه بيمن. الاب هيك قام ايش قام ينش؟ ايش؟ هاي على قولتها ايش قام ينش؟ خلينا نشوف الفيديو وراها نحكي بهاي التفاصيل.
جاي تكتك من الكرة هذا. البعض وصفه قال هذا مثل رد مصطفى الكاظم على تركيا يسوي. بس والله عم الأم اسمع منك بواي. قال لا حضنت البت وخلتها واخذتها. انت شو تسوي السالفة؟ ما ادري يعني وين. وقرد على قولة هذا نتفه بشلاقة طيرة. نتفه بشلاقة لزقة بشلاقة بس. يعني ما اعرف هالفيديو بروسيا واعذرونا شوية ضحكنا. بس هو اول شيء القرد عنده اصرار رهيب على خطف الطفلة. ما اعرف مين جايب هاي الاصرار. بهذول شردوا ثلاثة. ولكم هاي طفلة. هاي طفلة ليش عفتوها ورحتوا؟ البعض يقول لك اه وينه؟ والله لو عراقيين والله ما يشرد. قبل يطلع للقرد بكلاشينكوف يفرغ مخزن براسه. شوف الام شلون سباعيه شلون طلعت. شوف للاب خطي. الاب بظلم راح يتكتك. لا ماخذ الطفل راكض ولا دافع القرد ولا ضاربه بشلاق طيب. ما اعرف يعني ما اشوفه. خلينا نشوف التعليقات شنو كانت. جاي تكتك. نشوف التعليقات مشاهدينا الكرام. الاب جاي تكتك بالكره هيك جاي تكتك. علياء تقول بس الاب ضحكني بنت فبشلاق. صدق بنت فبشلاق. رنا تقول سبحان الله الام صارت اسد من خوفها على طفلها. والله صح الام يعني والله صح. ابو تكليف يقول والله حسافه عراقي اللي يدافع عن هذه الطفله الا يخلي القرد ميت وصله. خما مثل هذا البارد اللي ينسفه برجلي. هذا ايش يسوي؟ طب طب صديق كذب. ريحانة الربيع تقول ردة فعل أبو الطفلة نفس الكاظم من يهدد تركيا. نفس بيان الكاظمي. أصلا أنا أعرفه. لاحظ صاحبي شبهه. عبد الله يقول الأب يذكرني بسعد طليمس. يصنع صواريخ عبر القارات وموبايله عاطل ويريد أحد يوصله للمشتل. طبعا هذا الفيديو كان واخر فيديو عندنا في حلقتنا لهذا اليوم. البعض شبه الاب بمصطفى الكاظمي وهذه رساله كبيره انه تشبه بهكذا رد فعل وانت قائد عام للقوات المسلحه لبلد كبير مثل العراق. تركيا فاتت لك في بلدك وقصفتك وقتلت شعبك ويتمت ناس وقتلت اطفال وقتلت شباب عرسان استووا متزوجة وانت كان ردك باهت فاهي بكل المواصفات. احبتي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم. حتى التقيكم في الحلقه القادمه اقول لكم في امان الله.